ينضم إلينا عبر الهاتف وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي الأهلي دكتورة ريما اليحيى. دكتورة أهلا وسهلا بك، مساء الخير. أهلا وسهلا. خليني أسألك مباشرة اليوم، يعني كيف يمكن لهذا القرار أن يساهم في يعني تطوير العملية التعليمية والبحثية، أيضا نتحدث عن رفع كفاءة الإنفاق وأيضا تنمية الموارد للجامعات أيضا. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أتقدم بالشكر الجزيل لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين بمناسبة صدور نظام الجامعات الجديد، والذي يعد امتدادا للدعم اللامحدود من قبل قيادتنا الرشيدة للتعليم الجامعي ومنسوبيه. كما أقدم الشكر لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل شيخ على جهوده في تحقيق هذا المنجز. نعم. حمل النظام في طياته على عدد من الملامح الإيجابية والمميزة، منها على سبيل المثال تحقيق لأهداف رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تطوير رأس المال البشري بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل، إتاحة فرصة العمل للجميع، بالإضافة لتحسين تكافؤ الفرص في التعليم. كما منح النظام الجديد عدد من الصلاحيات لمجلس شؤون الجامعات والمشكل برئاسة معالي وزير التعليم وعضوية كل من وزارة التعليم، وزارة المالية، وزارة الخدمة المدنية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وعدد من رؤساء الجامعات من بينهم رئيس جامعة أهلية. وهذا يعد من النقاط الإيجابية لأن سيكون هناك صوت للجامعات الأهلية. نعم. كما أن من بين اختصاص مجلس شؤون الجامعات إقرار اللوائح التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والرقابة عليها، بالإضافة إلى التوجيه بالموافقة على إنشاء الجامعات وفروعها والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، أيضا إلغائها ودمجها ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها. نعم. كما أعتقد أنه من أبرز ملامح النظام إنشاء مجلس الأمناء لكل جامعة سيطبق عليها النظام، حيث أن المرحلة الأولى كما تعلمون سيطبق بحد أعلى على 3 جامعات على أن تحدد وفق معايير. جميل. من أبرز اختصاص هذا المجلس هو إقرار رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها ورسم سياساتها الأكاديمية والمالية والإدارية، وأيضا إقرار الهيكل والدليل التنظيمي. جميل. للجامعات. طيب دكتورة، اليوم هل ننتظر من هذا القرار تحقيق مثلا مكاسب نوعية تحدث عن إن كان على المستويات التعليمية والبحثية، وإن كان أيضا وباختصار إن كان على أيضا تفعيل دور الجامعات في موضوع خدمة المجتمع وتنميته؟ أي طبعا. يعني المرونة تعد من أبرز مكتسبات النظام، حيث يتم استيعاب التحولات والتطورات في قطاع الجامعات والتعليم العالي، وذلك من خلال مشاركة ممثلي الجهات الحكومية، مشاركة القطاع الخاص، مشاركة الخبراء والمختصين في مجال التعليم العالي، وطبعا لا ننسى مشاركة الطلاب. نعم. لدينا في وكالة التعليم الجامعي الأهلي لائحتين، لائحة تخص الجامعات الأهلية ولائحة تخص الكليات الأهلية. لذا وفق النظام الجامعات الجديد، فإن وكالة التعليم الجامعي الأهلي بصدد إعداد مشروع لائحة محدثة تنظيمية للجامعات والكليات الأهلية. نعم. تتضمن آلية وشروط للسماح للجامعات الأجنبية بأن يفتح فروع لها في المملكة. جميل. وصل دكتورة. على أن يتم إقرار تلك اللائحة من قبل مجلس شؤون الجامعات، كما نص النظام الجديد عليها في فقرته الثانية من المادة السابعة. نعم.